ربنا قال له اذهب إليهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقل لهم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الأولياء والصالحين قال أنتم تدعون من دون الله ديل وتستغيثوا بهم وتندهون من دون الله ديل إن أرادني الله بضر قال لهم مش قل لهم ناسكم اللي بتنادون من دون الله ديل والصالحين والأولياء ديل لو ربنا داير ينزل لي ضرر وضر من السماء هل أولياءكم وصالحينكم ديل هل هن كاشفات ضره بيرفع الضر أو قل لهم تاني أو أرادني برحمتي لو ربنا أرادني برحمة عكس الضر رزي صحة عافية هل هن ممسكات رحمتي هن يعني الآلهة أولي والصالحين بتعينكم ديل إذا الله دار نزل لي رحمة هل صالحينكم ديل بيرجعوا الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم مشى ليهم زي ما قال مقاتل رحمه الله ما الله قال لي مش كلمهم أسألهم الكلام ده قول لهم لو الله دار ينزل لي ضر صالحينكم ديل وأولياءكم برجعوا وربنا دار ينزل لي رحمة صالحينكم وأولياءكم ديل بمنعوها ما تنزل طوال النبي عليه الصلاة والسلام مشي لهم كما قال مقاتل رحمه الله وقال لهم نفس الكلام ده قال مقاتل فلم يجيبوه أبو يجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه قال مقاتل لأنهم المشركين الأوائل نزل أبو جهل وأبو لهب نزل فيهم قرآن إنهم في النار مخلدين ليه أبو يجاوبوا قال مقاتل لأنهم لم يعتقدوا ذلك في آلهتهم ما في مشرك كان بيعتقد إنه الآلهة إذا ربنا رسل رحمة بتمنع أو نزل ضر بتكشف أو ترفع المشركين ما كان بيعتقدوا الكلام الليلة الصوفية الطريقة القادرية الفرع وكلهم منتهين لكن الفرع بتاع أزرق طيبة طلعوا مديح حسع دي في الحرب دي أزرق طيبة انت مجرب إلى أن قال هيا وكب أطفي لنار هذه الحرب أزرق طيبة انت مجرب واحد عوير معهم بيبكي في القرآن ما يبكي يبكي في الشرك والكفر ومنادات غير الله يبكي يرقص والله يبكي يا هدى قاعد عندي في الفيديو أسع بعدين بنعرضه في المحاضرة إن شاء الله تعالى قال له أنت مجرب يا زرق طيبة وقال له أطفي لي نار هذه الحرب الحرب اللي بيطفيها منه يا أخوانا الله قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله الله ما أزرق طيبة أزرق طيبة مات لو بيطفي له حرب ما كان مات ولا الدرويش الخليف توسل قاعد ده مفلفل شعره عامل بوب مارلي ده لو بيمنع الحرب الحرب شغالة ما منع عليه يرقصوا أطفي لنار هذه الحرب والله يا أخواننا بالنص الكلام ده هو دي في جيبي الفيديو بعدين بشغله له كفار مغاتل قال لك كفار أهل النار أبا يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه قال لأنهم أصلا ما معتقدين إنه في أحد لا ولي لا صالح لا نبي لا رسول لا ملك بيرجع الضر ولا بيمنع الرحمة الناس لا أصلا ده ما معتقدين الكفار انت كفر زي ده لسه ما حصلوا قال لسه كفار هم كفار لكن كفر قدر ده أصله ما شافه عشان كده مقاتل رحمه الله قال لك أبا يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم